ممكن تعطينيها؟ لازم رجعه لصاحبته. بترجاك قلي وين عنوان بنتي، لا تعذبني أكثر من هيك، أنا برجعه. مستحيل، بالوقت المناسب بجيبها لهون. بشوفها من بعيد بس مرة، ما رح أقرب لعندها وما بخليها تشوفني. لا تلحي بهالموضوع. طيب ليش لتكون متورطة بشي مو منيح؟ ما في هيك شي. لكن ليش ما عم تقبل إنها تشوفني؟ أنت ما حكيت إلا أنه أنا ما تركتها وأنه ظلموني مثلها. في شي كبر جواتها وما عم تقدر تطلعه، في كره كبير وسنين طويلة من العذاب والقهر. ليك عندك نفس الشعور وبتكره أمك كتير، بس لو وقفت أمك قدامك وشرحت لك اللي صار ما بتغير هالشعور؟ بتمنى بس ما بقدر، الجرح اللي بقلبي لسه عم ينزف، ذكريات الطفولة عم تحرق والماضي الأسود عم يفتحه. إذا ضميتها بين إيدي ما بيلين قلب علي؟ حاولت ما بيلين لأنه موجوع، لأنه بعرف كيف بتفكر. يعني لما تشوفك قدامها ما رح تنط عليكي وتحضنك. عشت أيام ما بيستاهل أي طفل إنه يعيشها. يا ريت كان فيني غير شي من الماضي. أنت ما رح تسامح أمك ولا بأي وقت، بس أنا عندي أمل إنه بنتي تسامحني، وأنا عم بعمل كل اللي بقدر عليه للاقيها. وإذا ما بدك تساعدني أنا رح لاقيها بطريقتي. بتمنى لك التوفيق من قلبي. صار لازم أمشي، أعطيني إياه. عمي حقي، بدي مساعدتك. بالوقت اللي أنا كنت فيه بالميتم كان في معنا بنت اسمها حياة، وأنا لازم لأي ضروري لأنه فتهم خانم عم تدور عليها. يا ريت تتصل وتسأل معارفك الإدم عنه. ماشي عمي حقي، ناطر منك خبر. جو تطلع من حياتي ولا تجي على هالبيت. ما اجيت لعندك، ما سمعت اللي قلته جوا؟ خلصنا جيهان. سمعتها وماني غبية لدرجة تصدق هذا التكتيك الجديد. انا فهمانتك منيح. شي حلو، فكرتك رح تتغيري بسرعة. ايدك ضوئك حلو كثير. أنا طالعتك من حياتي جيان. بعرف إنه هالحكي اللي عم بتقوله بس لحتى تزعجني وتضايقني، بس لحتى تقوم بالصورة أنا ماني مزعوجة منه. أنا نسيتك جود. نسيتيني لكان؟ مزبوط، انتهينا، صرت ماضي، ما عاد بحبك ولا بقى تيجي لهون قولي اللي بدك تقوله. بس بسرعة نسيتيني؟ ايه بهالسرعة نسيتك. واضح حكيك مزبوط.
وهذا الدليل. إذا لمستني مرة تانية أو قربت مني جيهان، كنتي تضربيني لأني كنت أسمح لك، وكل شيء عملتيه معي بموافقتي، بس صلاحية الإذن تبعي انتهت. بإيدي يا جيهان خانو. علمي بالكتير شهرين وبيكون جاهز، ورح نستلم اول دفعه طلاب. بتمنى اقدر احضر حفله تخرجه. الله يجزيك الخير يا معلم. لا تنسى هذا اهم مشروع عنا. خير، شو بدك تحكي معي؟ عروة ابن الحي ولا لا؟ يعني ابن مين بده يكون؟ ها؟ فتون خانم بحياتها ما عرفت رجال غيرك، وهالشي بتعرفه. بس جود عم يقول غير هالحكي، وحتى هو متأكد إنه ماني أبوه لعروة الحقيقي. هاد عم بيحاول إنه ينتقم من عروة لأنه خطب بنتي جيهان. هالولد واحد مجنون. بس كمان مانو غبي، ما بيتجرأ يوقف قدامي إذا مانو متأكد. طلع فيني، إذا عم تكذب علي صدقني رح أأذيك. أروى ابنك، وإذا ما اقتنعت بروح على البيت وبضغط على فتون لحتى تحكي لي كل شي بالتفصيل، وإذا ما حكيت لي بجيب أروى وبعذبه قدامك. بعملها. شو ما عملت أروى ابنك. شو وصلتك الصورة؟ أنا فهمان لعبتك منيح وما رح أوقع بالفخ. أنت أكيد مجنون لعبة شو؟ ما رح أتخلى عن جيهان ولو شو ما عملت. أنا ماني متأكد، لأنك ما رح تتحمل أنك تتزوج بنت وبتعرف أنه بتحب غيرك، وهي معك رح تحلم فيني. سد بوسك يا واطي. وجعتني هالمرة والله، صرت تعرف تضرب مثل رجال. فضل موت وما أكون واحد واطي وندل مثلك. لما طلبت إيدها لجيهان أنا انسحبت، كرمال جيهان، كرمال سعادته.
بعمرك ما حبيتها، حبيت حالك وبس. وانت شو فهمك بالحب؟ شو عرفك بالعذاب؟ لما بتخسر حبك ما بتوقف على جنب وبتتفرج. الرجال اللي بيخسر حبه وبيدمر حاله وكل اللي حواليه ما حدا بيمسكه، والنتيجة اني بحبها وللموت. قصدك تقول انه البداية وما رح نخلص منك؟ اسحاب كل كروتك جود وخلينا نشوف. رح تخسر. وينهم؟ وين الحبوب تبع وجع الراس؟ آسيا؟ قالوا لي إنك سألتي عني، كنت برا وهلأ رجعت. فتون خانو؟ أنت منيحة؟ لا ماني منيحة. ما عم لاقي بنتي؟ أي بنت؟ ليش ما خبرتني إنه الولد اللي توفى كان بنت؟ فتون خانم صدقيني أنا ما كنت بعرف. والدة حضرتك قالت لي إنه صبي. يا الله شو هالأم اللي كانت عندي؟ ماتت ولساتها عم تعذبني، والله أعلم شو لسه مخبى. وحضرتك كيف عرفتي نوع هالمولود و... عرفت من وين ما عرفت. أنا بقصد ممكن اللي خبرك هالشي ما يكون عم يحكي مزبوط، وهالسر وحدة كريمة خانم اللي بتعرفه. لا، في شخص تاني بيعرف، بيعرف بنتي ومين بتكون. لا يكون جود، هذا جود. رح تقلي جود ملاعب ولا توثقي بحكيه، والمحقق هيك عم يقول، بس أنا واثقة بجود وبحكيه. ليش واثقة فيه فتون خانم؟ لأنه بالوقت اللي انترك جود وأميني بالميتم كان في طفل انتركت بنفس الميتم، وهي اللي حكت له كل شيء. أنا بالأول ما صدقته وطلب الدليل، وجود جاب لي الخاتم. لو هالبنت ما أنا بنتي جود شو عرفوا بالخاتم؟ ممكن تقلي؟ والخاتم الثاني كان عندك أنت، معناها أمي وهي عم تترك الطفلة حطت الخاتم برقبتها أو بتيابة. بعد إذنك. يا أولاد فيني ألعب معكم؟ عمو بحالتك، هي ما في تلعب بالطابة. عيب عليك، ما بيصير تحكي هيك. شو قلت له؟ عم كذب يعني؟ لك حرام عليك، ما بتخاف الله يعملك مثله؟ بطلت ألعب معكم. بعد عني. أمك بتتضايق إذا حكيت معي؟ أنا ما بحبك. ليش؟ قبل شوي انت دافعت عني. لأني ما بحبهم لما يضحكوا على أمي. أها، صار لازم روح. واقف ابني، واقف واقف واقف. انت ولد طيوب وفهمان لأنك دافعت عني قدام رفقاتك، دافعت عني رغم أنك بتكرهني، وهذا بيدل على أنه أمك ربتك منيح. بس أنا ما قلت أبداً أني بكرهك. أمينة لا تعيطي، كنا عم نحكي وما قلت له شي زعله. روح روح من هون، لا بقى تجي. طيب خلص خلص رح روح. اهدي. روح خلص أمينة، ليكني رح روح. روح خلصنا. أمي شو صار لرجله؟
ما بعرف، ما كان هيك من زمان. روح نور، أنا دعيت أمر ابنا عاقبه لأنك دعيتي. ما بعرف، يمكن هيك. بس أنت طيبة وما بتدعي على حدا. أمي، بتعرفي شو رح نعمل أنا وأنتي؟ شو رح نعمل؟ نعمل طيارة من ورق، حلوة كتير وكبيرة. طيارة ورق؟ وين رح نطيرها؟ تمام، واعطيني منهم ثلاثة كمان. ايه تكرم. عندك خيطان؟ ايه طبعا في عندي. لكان اعطيني، وبدي مشرط لو سمحتي. تكرم. ضبيهم بس لرد على الموبايل. طيب. تحسين بيك؟ خير ان شاء الله. هلا انت لشو عم تخطط؟ والله هلا عندي مشروع طيارة ورق، اذا انت عندك خطط ما عندي مشكلة. جود لا تحاول تلعب معي ابدا. ليش قلت لها لفتون انه بنت عايشة؟ ها؟ شو هدفك؟ ها؟ انت ناوي تجننها؟ عم حاول طلعك وطلع حالي من هالورطة. هذا مخططي. ولازم تتشكرني. فهمان علي؟ عم رجع لك حريتك، وعم حاول اني خلصك من السر اللي حارق لك قلبك. وفتون خانم ما رح تعرف الحقيقة، وما رح تعرف انك انسان قاسي وما في عندك ضمير. جود اسمعني، الخطأ اللي ارتكبته انا هلا انت عم ترتكبه. رح يجي يوم وكذبتك رح تنكشف. ما رح تنكشف. فتون نسيت ابنها وهلأ عندها بنتها وعم تدور عليها. أنا أيامي معدودة، فعم أمنح أمي لحدا تاني. آه، أنت اللي مضايقك بالقصة ممدوح بيك، ما هيك؟ لا تكمل، بهالطريقة رح تدمر حياة الكل. قلت بعمل معه معروف، ما بدي يصير فيه مثل ما صار معي. بالنهاية هو أبي، خليني أقدم له هي الخدمة. هي بس البداية يا تحسين. جيهان، ليكي بشو عم فكر؟ هلأ فتون خانم مو لبستك هذا الطوق ونحن ما رح نحط طواطية؟ شو رح تعملي لتكوني رح تجيبي طوق وتلبسي لعروة؟ روقي وخليني كمل. نحن منلبسه ساعة، هيك العادات بدها. أمي ما للزوم، يعني أساساً هنن ما بتهمون العادات وما رح يعتبوا على هيك شي. يعني معقول نطنش؟ بكرة بيصيروا بيهتوكي ورح يقولوا ما لبسنا. اتركي كل شي من إيدك، إيديك لازم يضلوا نامين مثل الحرير. خلينا نقعد، في موضوع لازم نحكي مع بعض. أنا بالمطبخ بدي يمنصحون من الجلاية. جبت لك هدول. شو هدول؟ أهم الجامعات الموجودة عنا. بذكر كنتي حابة تكملي دراستك، وأنا كمان بيهمني هالموضوع، بس إذا رحتي على أنقرة رح أشتغلك. عروة هدول جامعات خاصة وأنا ما عندي القدرة لأدفع القسط. يسلم. أنت ما رح تدفعي شي، أنت رح تدرسي وبس. ما رح أقبلهم. وليش ما فيك تقبلي؟ جيهان أنا هلأ خطيبك، قريبا رح صير زوجك، وطبيعي إنك تقبلي. وإذا تضايقتي من اللي قلته مبارح بوعدك إنه هالشي ما رح يتكرر. ليك أنا ما بدي أظلمك معي وتضل عايش بالوهم، يعني ما فيني باتلك نفس المشاعر ولا بوعدك حبك. لا تتضايقي، أنا بعرف السبب. جود ما هيك؟ جود يلي خربط لك عقلك. ما كنت بدي أرجيكي بس لازم تشوفي حقارته. شو هاي؟ يجود بعد ليها، عم تفهمي؟ يعني هذا الإنسان وسخ وحقير،
هيك إنسان كيف ممكن يكون بيحبك؟ كل همه إنه يدمر لك حياتك جيهان؟ شو رأيك؟ ما عجبتك؟ بلا بس عم فكر وشارد. بالله بشو عم تفكر؟ ما رح قلك. شو هالسر الخطير يعني؟ أمي ليش بتضل خايفة من أبي وما بتقدر تشوفه؟ يعني عن جد بابا واحد مو منيح أبدا؟ ما بعرف خالي، ما بعرف شو عمل. بس كيف الشغل؟ طلعت معلم ما هيك؟ ما نحط الله أصفار؟ أهلين، اشتقت لك خالة جيهان. وأنا اشتقت لك نور. نور حبيبي روح جيب النبوزة. ماشي؟ شو تأخرتي؟ كنت متوقع الصبح تجي لهون. أروى تأخر لو أرجعك الصورة؟ قديشك واحد وسخ يا، كيف بتعمل فيني هيك شي؟ هيك إجا عبالي. عن جد اللي عم تقوله؟ ايه عن جد. أنا فهمانتك. كيف يعني؟ أنت بتوفي بوعودك الوسخة جود. ليك إذا بشوفك مرة تانية حوالي بموتك. ما بدك تشوفيني مرة تانية ما هيك؟ انت ما عم تفهم اللي عم قوله انا؟ شو اللي عم تعمله هلا؟ شو عم تستني؟ قتليني، مجرد جرح صغير مو اكتر، مو بحاجة لتكوني قوية ابدا. انت اكيد جنيت لما خطبتي العروة، جنيت، ولما لبستي محبس وموتيني فما تتركيني وراكي نص ميت. يلا خلينا نخلص كلنا وانا برتاح. صدقيني رح تكوني بطلة. ما بدي موتك بهالطريقة بنوب، رح تتعذب كتير جود. على قد العذاب اللي عشته لما كنت عم بتبوس عايدة وتخبي عني انه خطيبتك حامل، انت كمان حتتعذب. نعم فتون خانم. مرحبا جود، وينك؟ شوفي صاير شي معك؟ لا لا ابدا، انا حابة ازمك على العشاء اليوم المساء ولهيك اتصلت. ما رح تخجلني ما هيك؟ جاي جاي طبعا، انت بتأمري. طيب شوفك المساء. حاولي ما تخلي شك من ناحيتك، وانا بهالفترة بخلص من كل تحقيقاتي واللي بدي اياه. بصراحة مو من مصلحتي اشتغل من ورا جود ابدا. هو كمان اشتغل من ورا ظهرك. بعرف انت قصدك قصة السيدي. خلاص انا ما رح اكل همه ابدا، ما في شيء اهم من بنتي هلا، وكرمال لاقيها رح اعمل اللي بيطلع بايدي. مفهوم. آسيا اليوم في عنا ضيوف على العشاء، لحتى تعملوا حسابكم. وهذا المحقق كل يوم عنا؟ صار من أهل البيت ما شاء الله. بابا جاي؟ لا جود رح يجي. ليش لتعزمي لهون؟ شوفي يا مجرد زيارة. هذا الوسخ عدوي،
كيف تقبل يقعد على نفس الطاولة اللي بقعد عليها أنا؟ عروة لو سمحت جود بيكون ضيفي أنا وما بدي مشاكل أو تسميح حق ابنه. طالما بتحبيك لهالقد روحي وتبنيه للولد وصيري أمه كمان. لا تتخطى حدودك، بتطلع على أوضتك وما بتشوفه، البيت كبير. إيه صحة وهنا أنت وجود بيك. تعشيتي شي؟ جوعان حضر لك شي شغلة؟ لا ما في داعي، يعني في مطعم إيطالي أكله كتير طيب، منروح لهنيك ومنغير جو. مو جاي عبالي روح على محل، يعني إخواتي مو هون بلا ما أترك أمي لحالة. يلا جيعان لا تدللي وملبسي ما منتأخر. عروة ما رح روح، أساسا ما لي حيل أقوم وجهز حالي. جيعان فهميني ما بدي ضل بالبيت اليوم. ليش؟ جود رح يجي على العشاء، إذا التقينا أكيد هو رح يكبر بالحكي وما رح يتحمل. وليش بقى بالله؟ خليه يحكي لنشوف شو المشكلة، يعني ليش لنهرب منه نحن؟ منقعد ومنتعشى سوا، بس إذا هو رح يتضايق كتير يتفضل يمشي. جود ليش جبتني معك؟ لحتى جيهان تغار عليك ما هيك؟ ايه بدي خلي جيهان تغار وجننا كمان. اذا ما بدك امشي ما رح امشي جود، بعمل كل شي كرمالك، بستنى وما بمل، لانه بالاخير رح ترجع لعندي وتحبني الي. ضيوفنا وصلوا على الوقت كمان. أهلا وسهلا أسيل، شو هالمفاجأة الحلوة؟ أهلا وسهلا. ما بتعرفوا قديش برتاح لما بشوفكن متفاهمين. كل القصة كبرنا عقلنا. فتون خانم جبت معي ضيفة، إن شاء الله ما يكون عندك مشكلة. ما أقول شو هالحكي؟ أهلا وسهلا. بعرفك أسيل، صديقة قديمة وبألمانيا كنا مع بعض. بصراحة ما أنا غريبة عنك فتون خانم. بتتذكري ليمان اللي قوص بابا؟ بيكون جوزة لأسيل. إيه تذكرت، وقتها كان في سوء تفاهم. أسيل ما لازم بنو فتون خانم، الحق على يمان، أصلا رح يتطلقوا. ايه رح نضل واقفين على الباب. معك حق عروة، يلا تفضلوا لجوا، العشاء جاهز. تفضلي. نور وينك ابني؟ لكني امي جايه فورا. الو كيفك معلم؟ معك حق طبعا. شو هالحكي معلم؟ رح ادفع معلم. مرتي عندها بيت بنص اسطنبول بس بيعه، أنا رح أوفي لك كل ديونك صدقني. معك حق طبعا. طيب معلمي الله معك. قديشك غبي. قلتي شي حياتي؟ ولا شي. ممكن الملح من عندك؟
تفضلي. شكرا. كأنه بغار من هالحركات. الحكي مو إلك. آسيا أنت كمان قاعدة كلي معنا، ما في حدا غريب؟ لا أكلت. صحتين على قلبكم. يلا لشوف صحة الصداقة. أسيل؟ أسيل لا تشربي، ما بيصير. ليش؟ يعني شو مشان البيبي ما بيسواله؟ حضرتك ما بتعرفي أسيل وجود رح يصير عندهم ولد. كنتوا رح تخبوا الموضوع وأنا خربت الدنيا، ما هيك؟ مو بقصدي عن جد. لا وليش لنخبي؟ هاي الكل عرف. بنت ولا صبي؟ أنا بدي إياه يكون صبي، بس طبعا المهم يكون بصحة منيحة، ما هيك أسيل؟ يا ريت خبرتونا من قبل لنقوم بالواجب معك. ما صار شي، شو المشكلة؟ لسه في وقت. البيبي غير حظنا نحن الاثنين وحمانا من الغلط. البيبي حماكم؟ انت عن انو غلط عم تحكي؟ اي شخص ممكن يقع بالغلط ويختار الشخص الغلط. طبعا. ما مليتي ما هيك أسيل؟ مروقة كتير حياتي، لا تقلق. اذا مليتي قولي لي، نطلب الاذن من فتون خانم ومنروح. أنا بدي استأذن منكم، اجيت بس كرمال لكم أهلا وسهلا. لوين؟ ولا محل، وجاني راسي شوي وبدي أطلع غير جو وارتاح. صحتين. وأنا جاي معك. صحة. وأنا حكيت أنت وحياة جود؟ هلا فهمت سبب العزيمة، كرمال مصلحتك ولحتى تقنعيني احكي مع حياة، ما هيك؟ بكفي فتون خانم، عم تجرحيني كثير. يلا قومي أسيل. جود لا تمشي. خسارة ما عرفتيني لهلا. شو المطلوب مني؟ بعمل اللي بدك اياه. استني استني شوي. يلا أسيل. شكرا لك، كانت سهرة كتير حلوة. جود بترجاك لا تروح، ولا تنسى انه انا ام. مو صبرتي كل هالسنين؟ اكيد بتقدري تصبري كمان. جود مين هاي الحياة؟ شو دخلك؟ لا تتدخلي بهالموضوع، فهمتي؟ امي بكفي، لسه كل شوي بتفتح الشنطة عم نلفت النظر، خلصنا روقي. بنتي عم ادير بالي عليها، ما فينا نجيب غيرها، دفعنا حقها الساعة معاش 3 شهور، 3 شهور. آخ، بس ما تروح فتون خانم وتلبسك شي تاني كمان، ساعتها لحتى ما نحط واطية رح نرهن حالنا وتيابنا كمان. انتي وين شردتي يا بنت؟ ما شردت، ليكني واقفة هون. شو عم تفكري بجود ما هيك؟ بنتي اسمعي من امك منيح، في طفل بالموضوع، بدك اياه يربى بالشوارع او يربى بعيد عن ابوه بسبب انانيتك؟ ما فيكي انتي، انسي للولد، انتي صبية وبتنسي. مظبوط. قلتيلي مظبوط؟ لكن ليش طول مالك قاعدة بتضلي بتطلعي بعيونه؟ أنا ماني عم بتطلع بعيونه لجود. خلصنا، جود مانو موجود من اليوم، فهمتيني؟ إن شاء الله.
شوفي كمان. اليوم رحت على الدكتور مع أمينة وشفت ابننا، جبنا لك صور وتطلع. عندي شغل بعدين بشوفهن. خالتي آسيا، ذوقك حلو وعجبتني كتير. تلبسها بالهنا يا ابني. عم تخجلونا آسيا، شو كان في لزوم؟ معقول فتون خانوم؟ هاي ذكرى صغيرة لصهرنا. خلص، بما انكم موجودين بنحكي بموضوع العرس. انا مع فكرة انه ما نطول بالخطبة. يعني انا بقول ما في داعي للعجلة، ما هيك؟ آسيا معها حق عروة، ما رح نلاقي مكان هلأ، وبعدين كل الأماكن الحلوة محجوزة للشتوية. طيب بالشتاء بنعمله وبيكون عم ينزل تلج والأجواء رومانسية. أنا رح شم هوا. أنا كيف بدي أتزوج من عروة؟ رح جن، ما عم اقدر اتنفس، عم موت انا هون. Kaybet bu öfkeni içinde sakladım. Terk et o derdini benden almadın. Sabret sonu aynı değil söylüyor. Dinle rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda. Yokluğunda, yokluğunda. اقدر تتصورنا؟ بس بدي اقول لك شغله، اذا هالمره بعت الصوره لابي رح تكون اذيتني على الاخير. جوب جيهان اسكت، ما بقى رح صدق ولا كلمه. انت عن جد واحد وصيخ، بس هالمره وفيت بوعدك وبصراحه ما كنت متوقع هالشي. طيب وسخ وكذاب، بس لساتك بتحبيني إلي؟ مو مزبوط. مزبوط شو جابك لهون معناها؟ شو معناها نلتقي هون بلا موعد؟ لا تنكري إنه لسه بتحبيني. بحبك ماشي، أنا لسه بحبك إيه، بس ما رح سامحك. رح أتزوج من عروة بسببك ورح يصير زوجي عن قريب. لك أنت ما عم تشوفي قديش أنا عم بتعذب؟ ولا بيهمني،
وانت ما كان بهمك عذابي ابدا. سلمتني لعروة بايديك التنتين، دمرت كل شي جود، نحنا وحبنا. تعذب قد ما بدك ولا عبالي هالشي، خلاص